في الوقت اللي كانت سوريا والسوشيال ميديا بشكل عام مشغولة بانتخابات مجلس الشعب والجدل اللي داير حواليها، في فيديو انتشر بشكل كبير لابن وابنة الرئيس السوري بشار الأسد، حافظ وزين، وهم بيدلوا بأصواتهم في الانتخابات دي في جامعة دمشق وبالتحديد في مبنى كلية الحقوق. المقطع صور تجمع الناس حواليهم وأخذ السيلفي مع حافظ صاحب الـ 22 سنة والحاصل على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة موسكو وشقيقته زين اللي عندها 20 سنة. تعالوا نشوف الفيديو. مرحبا.